السيد الرئيس حلالي من المناورات اللي كدار البقيه كنقراوها في نهايه الجلسه وجلستنا اليوم مفتوحه يعني ما كملناش جو الاعمال ما كنقراو حتى نكملوا جو الاعمال حلالي السيد الرئيس فالسيد النائب عنده مهمه وحده هو ينقذ المواطن اللي بقاو تيجيو اذا خلينا مفتوحه غادي نبقاو كنجمعوا فجلستنا مفتوحه الى غايه تتمت جدول اعمالها مفتوحه السيد الرئيس خليوها باش يخليو لنا الدولة ولكن السياسة بخشطة كيهضر على حالة مع الشخص ومحضر دابا هاد الجلسه الثالثه راه دائما كتكون اللي كتقول هي راه ديما حاضر ايوا دابا حنا حضرنا دابا كتبين على ان الدورات الجلسات بجوج كانت هي فيهم بطله ديال التمثيل كانت فيهم بطله ديال التمثيل واليوم كان خصها تجي المسرح ديالها وتجي المسرح ديالها وتناقش يعني ما عندها ما تناقش كتكذب على المواطن واش انت مسيني واحد العقوبة وتقول الشخص انا غنمشي نترافع عليك وانت اللي ضربتيه. غادي طول عمر بان اليوم واحد اللعيب كان قال لي هذيك الدفعة لا هي مرغمة بالاحتيال هذاك اليوم قال بانه كرستين وخدمتين كما دار الرئيس هذيك مرغمة ومرغمة 71.6 لان الرئيس الا ما استجب شيء ولا ما سيناش القرارات متابع من المحكمة الإدارية جيت انا ناقش مع السيد المسؤول قلنا ليه كاينة السياسة وكاينة الأخلاق وبما أنها هي عضو مصوت عليه دابا ملي كنمشي أنا نقول أنا صوتت على هذا يمثلني أنا ملي ما قدرتش نقوم بالتمثيلية ما ندخلش المعركة الصوت وما ندخلش معركة الانتخابات فما نجيش غير نبرد بحال الزواق إذا أنا قلت ليه ما فيها بس يا إما تنازل على التفويض يعني تحيد حتى تنازل على التفويض أو تدافع على الأصوات بأنها ما تقدرش تشرد الناس وتعطي تفويض لمجلس المدينة ولا تعطي ابتعادة وتكون هي بريئة دير الشأن اللي كيتعلق بالإدارة ديروا في حدود الإدارة قلت لي يعني خاصنا ما نبقاوش نقولوا السياسة خاصنا نمجزوا السياسة مع الأخلاق يعني ولا ما قدرتش دير السكينة أو دير ما يجازيكم بخير أنا راني مجبرة نسيني لأن القانون كيحسم عليا لا ما سينيتش راني متابعة من المحكمة الإدارية ياك إذا هنا في هذه الحالة غادي تخلي الرسالة عند المواطن يمكن المواطن يدير رسالة استعطاف للسيد الوالي يمكن يهز رسالة استعطاف لوزير الداخلية لما لا يهز رسالة استعطاف الديوان الملكي ديوان المظالم بزاف الحوايج باش الناس يعني شوف شنو كاين هنا اليوم كنكذبوا بهذه العبارة أن الساكنة كتقول حلول اسمح لي نقول لك واش أنا ملي تحكمت بعشرين سنة ودوزت المحكمة الأولى وما نقصوش ليا ودوزت الاستئناف وما نقصوش ليا ومشيت النقد يعني النقد الإبرام وما نقص ليا من أترجى؟ أترجى الله والعفو الملكي إذا الشعب اليوم الساكنة عندها الله وعندها من بعد الله الملك ديالها هو اللي غادي يحل ليها من بعد الله الشأن ديالها وحنا كنسمعوا داخل القوس كنسمعوا الترميم كنسمعوا إهالة إعادة هيكلة توسيعة راه معروفة فين وأنا كنت قلت للسيد المدير مشكور كنت ليه شوف الله يجازيكم بخير ديروا خريطة باش يعرف المواطن أشنو غيتوسع وأشنو غادي يبقى إذا ما يمكنش لينا نجي هاك خرج دابا حتى الطريقة اللي كيديروا السلطة أنا تذاكرت مع السلطة قال لك أقسم بالله قال ليا إلا تنجيو مكرهين ومعذبين وما نبغيوش نشوفوا هذا المنظر راه ماشي السلطة وحشية ولا جاية تنتقم مأمورين هذاك اللي عاطي الأمر ينزل شوية الرحمة ويجي يشوف اش كاين باش تبقى السلطة مزيانة مع الساكنة ديالها ويبقى المجلس مزيان مع الساكنة ديالو وأنا كنأيد النداء ديال الإخوة البرلمان الغرفتين إلا فيهم ناس متمثلين في مقاطعة سيدي بليوت مقاطعة أنفا وهذه يبانوا
يبانوا باش نقدروا نعرفوا كيفاش نديروا الحل. والحل انا كنقول لكم واخا اجلات الدوره ما كاينش الحل. واش انا عطيتك القرار ودارك تريبت او خرجتك وديت ليك وري لي الحل كيفاش غنحلها وردك ليها، وري لي الحل كيفاش غادي ديك البقعه اللي كيقول لك الدومين عندك حيوط قاعد بحالك واللي محفظ كيعوضوه على حسب، وكاينه ميزانيه مخرجه الدوله راه ماشي كتخبط. انا كنقول الملك، الملك ما تيخبطش خبطه عشواء، كاينه الميزانيه خارجه واللي هما تحملوا الامر خاصهم يوزعوا داكشي يعني كيف كيوجههم ملكهم. هادشي اللي كاين، اذا عطيوهم تعويض. نوبل ولا كانوا دايرين الكرا حيدوه ليهم. دابا حنا ما كنهضروش، حنا الناس اللي خرجوا لحوا لهم حوايجهم، حنا في الكواليس كنجمعوا الفلوس وكنسكنوهم. واكبر دليل يعني اكبر دليل عندنا موظف هنا 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 تلاحوا لحوايجها وهي كتخدم، وكنمشيو نجمعوا الفلوس وندخلوهم. على الاقل سكنوهم، على الاقل عطيوهم الكرا، على الاقل. وبزاف بزاف تعيش في البحر، بزاف تعيش في البحر ومولف قاع البحر، ويجي يخرجك بالماء ويقول لك سكن في الشط، غتموت غتموت. ما راعوا المدارس، ما راعوا الترونسبور، ثلاثه انا تيركبوا معايا يهبطوا الحي الحسني، يقبطوا المشروع، يهبطوا المشروع، يقبطوا بكر رحمة. اش من ميزانية هذه؟ اذا الا كنا شعب وكان الوطن غفور رحيم، ونادي صاحب الجلالة باش يشوف الساكنة ديالو مش الشعب ديالو راه كيتمحل على يد المسؤولين. واذا كان الوطن غفور رحيم يجب ان يتمثل الغفران والرحمة من بعد الله لصاحب الجلالة. وشكرا سيدة لطيفة. نعم قلنا قلتي بان الدورة السابقة كانت فيهم ليفاب، يعني كانت مسرحيه والبطله ديالها راه بعض النواب. صح، ما كانش عندكم انتم دور في هذا باش تخلوها انتم البطله. حنا بلاتي حنا نعزل، حنا حيدنا لان ما كانش العز يعني ما كانش للقطاع ديالنا في ديك الدوره ولا هذا. حنا انتم كتراقبوا، حنا منقطعين، دخلنا على سنتين ويزيد. دخلنا سولتونا علاش منقطعين؟ منقطعين على الحيص بايص ديال الرئيسه، منقطعين على الانفراد ديال الرئيسه. ليكون في علمك ان هذه الدوره قبل ما تكون كان فيها خصها تكون الدوره ديال اللجنه ديال التعبير، ما هي كلشي ديال لجنه التعبير. يعني المسؤولين هنا لا موظفين تيقولوا لها قانونيا ما يمكنش دار الدوره بلا لجنه التعبير. تقول هي كتقول بانني انا ماشي مشكل انا ندير الدوره بلا لجنه التعبير. اذا حنا التهميش تهميش. وملي عرفت قانوني وقانوني الناس اللي هما عارفين لا راه ما يمكنش، عاد جاونا الرسائل بحال يومين والغد ليه الدوره. اش غنديروا مع لجنه التعبير في يومين؟ الخروقات كلها كاينه في الطبقه 10. يا صاحب الجلاله يا الوالي يا السلطات، الخروقات هاد السيده غير تواضع وتمشي بحالتها احسن لها. هادي راه مقاطعه كبيره، مقاطعه كبيره في الدار البيضاء. هاد السيده تواضع وتمشي ومشكوره. والسلام عليكم. Yeah.